الفنانين اللي مشاركين في هذا الصالون بلغ عددهم 45 فنان تشكيلي، كل فنان تشكيلي له الحق بالمشاركة بلوحاته فنية. وكذلك راح تكرم كما عهد دار الثقافة كل سنة وجهين أو ثلاث وجوه فنية تخليدا أو كذلك عرفان لهم بما قدموه للحركة الفنية التشكيلية بولاية بسة. كان لي 7 سنوات نخدم تزيين مدارس، خدم 54 مدرسة في ولاية بسة و15 مدرسة في معظم أنحاء الوطن. مشاركة بلوحة زين في مجال الخط ومجال الصحافة كانت يعني إضافة مليحة ليا، في حين أنه أول مرة ندخل ولاية بسة وفي حين أنه تعرفت على فنانين جدد، إن شاء الله أيضا نكون مشاركة في الطابعات القادمة.